النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السيميلاريتي of two polygons. بنقول هنا لو عندنا two polygons A B C D و another polygon X Y Z L، بنقول إن الاتنين دول similar. يعني similar؟ similar يعني هما الاتنين شبه بعض. فلو corresponding sides are proportional، يعني هنا عند السايد ال A B وهنا عندنا ال X Y، الريشيو بينهم نفس ال A، الريشيو بين ال B C وال y z، فبنقول ان ال two polygon are similar if corresponding sides are proportional. تمام كده، مش equal، و corresponding angle are equal. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي ان ال a b c d similar مع ال x y z l، علامة ال similar بنعمل العلامة دي، دي علامة ال similar اللي هي اللي فوق دي بس كده. تمام كده، يعني similar يعني شبه بعض، فبنقول ان ده similar لده. لو عندي ال AB over ال XY equal ال BC over ال YZ equal ال CD over ال ZL equal ال DA over ال LX، و at the same time ال corresponding angle equal، يعني measure of angle A add measure of angle X، measure of angle B equal measure of angle Y، measure of angle C equal measure of angle Z، measure of angle D equal measure of angle L. يبقى نعيد اللي قلناه تاني، بنقول two polygons are similar امتى بقى؟ if corresponding sides are proportional. وتاني حاجة corresponding angles are equal in measure. يعني ايه الكلام ده؟ برضو لسه مش فاهمين. يعني لو قال لي عندي بوليجون اسمه ABCD ودي علامة السيميلر لبوليجون تاني اسمه XYZL، فدي ممكن نحل بيها من غير الرسم. فبنحلها ازاي؟ هنا عندنا دول كام بوينت؟ 1 2 3 4، لان كوادريلاترال. فهنعمل فراكشن equal another fraction equal third equal fourth، وبنعمل هنا زي شكل الامبريلا ال A B وبعد كده ال B C و C D وبعد كده ال D A، بقت عاملة زي الامبريلا كده. يبقى هنكتب هنا A B وبعد كده ال B C، هنا ال C D، وبعد كده في الاخر خالص مين؟ ال D A. زي ما عملنا هنا هنعمل الناحية التانية X Y Y Z Z L L X. يبقى نحط هنا ال X Y وبعد كده ال Y Z ZL LX. هو دون اللي احنا عارفينه، ده معناه ان السايز بروبوشنال. تمام كده، وده كله بيدينا كونستانت ريشيو، ده بيبقى ريشيو بينهم ايه؟ ثابت. لو احنا عملنا ديفايدد، يبقى هنا عندي بوليجون فيرست بوليجون سيميلر للسكند بوليجون، تمام، ولما عملنا ديفايدد بين البوليجون الاولاني وبين البوليجون الثاني طلع الريشيو جريتر ذان 1، يبقى انا بعمل كده ايه؟ بكبر، يبقى الاولاني تكبير للتاني، فبسميها enlargement. لكن لو الريشيو كونستانت ريشيو طلع less than 1، يبقى دون هنا بنعمل minimization. سرد بقى ايه؟ لو عندنا بقى الريشيو equal 1، يبقى هنا اسمها ايه؟ بيبقوا من الاتنين congruent. congruent يعني الاولاني زي التاني بالظبط. تمام، ودي بتيجي في كومبيلات كتير. هنا لو عندنا الريشيو greater than 1 يبقى enlargement، less than 1 يبقى minimization، لو الريشيو equal 1 يبقى الاثنين ايه؟ congruent. تمام كده. طب عندنا حاجه تانية هنستفادها، طبعا احنا قلنا corresponding angles are equal. يعني ايه الكلام ده؟ يعني measure of angle A الاولانيه equal measure of angle X، وايه تاني؟ measure of angle B equal measure of angle Y، و measure of angle C equal measure of angle دي، واخر حاجة measure of angle sorry C add Z و D equal measure of angle L. تمام كده، يبقى احنا اللي قلنا دلوقتي ان احنا لو عندنا
two polygon بيكونوا similar لو ال corresponding angles equal ال measure وال size equal. لو عندنا الأولاني similar للتاني, لو ال constant ratio greater than one فبنسميها enlargement, less than one minimization, لو equal one يبقى هما الاتنين ايه congruent. طيب نشوف بقى ايه تطبيق على الكلام اللي احنا خدناه. بيقول لنا هنا عندنا two polygon A B C D و X Y Z L وقال لي الاتنين دول ايه similar. بيقول لي عايز اجيب اللينس بتاع مين, بتاع ال X Y وال Y Z وكمان ال Z L, تمام, ما طلبش غير كده. حلو الكلام. فانا عندي هنا الاتنين دول ايه, الاتنين similar. هقوله في البروف ازاي بقى, هقوله since ان البوليجون الاولاني A B سي دي سيميلر للبوليجون التاني اكس واي زد ال, يبقى هنعمل الامبريلا اللي هما الفور سايدز اللي عندنا, ادي الاي بي بي سي سي دي دي اي, وناخد الناحية التانية اكس واي واي زد زد ال اللي اكس, وبعد كده نعمل سبستيوشن بالارقام اللي موجودة. طب الاي بي كام في المسألة؟ الاي بي 10.5, يبقى نحط هنا 10.5. الاكس واي الاكس واي مش موجودة, يبقى انا هجيب الاكس واي. البي سي, البي سي في المسألة equals 8, يبقى نحط مكان البي سي 8. الواي زد عايز اجيبها. السي دي كام دوان؟ السي دي equals 5. الزد ال مش موجود, المفروض بقى الاثنين دول يكونوا موجودين. الدي اي ب 6 وهنا اوفر ال اكس اللي هو بكام؟ ب 3. تمام كده, يبقى احنا كده بقت المساله سهله. مين اللي موجودين؟ دون واحد موجود واحد انون, لكن هنا دول موجودين, يبقى اقول ان 10.5 اوفر الاكس واي ايكوال 6 اوفر 3. منها اعرف اجيب مين؟ اعرف اجيب الاكس واي. بنعمل كروس مالتيبليكيشن اللي كنا بنعمله في سنه 6, ده تايم ده ديفايدد ده, تبقى 3 تايم 10.5 ديفايدد باي 6. نيجي اللي بعد كده, عايز اجيب الواي زد. الاثنين دول موجودين, يبقى اقول ان ال 8 اوفر الواي زد ايكوال 6 اوفر 3, يبقى الواي زد كروس مالتيبليكيشن 3 تايم ال 8 ديفايدد 6 ايكوال 4. اخر حاجه الزد ال, هنجيب الزد ال, هنجيب على طول الزد ال كده, خلاص عرفنا الفكره 5 باي 3 ديفايدد 6 وتطلع زي ما تطلع ديفايدد 3, يبقى 5 اوفر 2 اللي هي تطلع 2.5 سنتيمتر. تمام كده.